والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، جزا الله خيرا المنظمين لهذه الندوة والحضور جميعا والأهل، ونشكرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ثم أشكر الإخوة المشايخ على هذا البيان، وما تركوا لنا مجالا لنذكر شيئا، لكن أنا أذكر نقطتين أو ثلاثة سريعا مواصلة في كلام الشيخ أحمد البدوي. مسألة مهمة في موضوع السبب اللي خلى الناس إنه يخلوا ربنا سبحانه وتعالى الغني الكريم الخالق ويتعلق بالبشر. إنه الناس بيقولوا نحن عندنا ذنوب ومعاصي، ولو مشينا لله بذنوبنا ومعاصينا نسأل وندعوه ونطلب منه ما بدينا، لأنه إحنا ملانين ذنوب ومعاصي. فلا بد ندخل الأولياء في النص، وده اللي قالوا بعض الناس إنه ده اسمه توسل، وربنا عز وجل قال ده الشرك، ده ما التوسل. التوسل إنه قبل ما تدعو الله تقدم حاجة من ثلاثة أشياء قبل ما تدعو الله. الأول تقول: يا رحيم يا كريم أرحمني وأكرمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، إلى آخر. ده اسمه التوسل إلى الله بالأسماء الحسنى، قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. الشيء الثاني تتوسل إلى الله بعمل صالح، صليت العشاء جماعة، تقول: يا الله بصلاة العشاء جماعة أحفظ لي ولدي، نجح لي ولدي، أشف لي مريضي، إلى آخر. والدليل قوله تعالى في سورة آل عمران: ربنا آمنا بما أنزلت، ده عمل صالح، يعني آمنا بالقرآن، واتبعنا الرسول، أهاني هاي تلاقي شنو؟ فاكتبنا مع الشاهدين. فده ما فيه مشكلة، تقوم تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمك، تقول: يا الله بصلاتي ومحبتي للرسول صلى الله عليه وسلم دخلني الجنة، دي ما فيها مشكلة. ده اسمه التوسل، ده النوع الثاني. النوع الثالث تشوف زول بيجي مع الناس في الجامع، زول عقيدته تمام في الله عز وجل، تقول: يا فلان ادعو لنا الله معك. لكن تركب من هنا تمشي وين وتمشي وين وتمشي تنادي الميت، ده معناه انت عندك عقيدة في الميت، ما انت بتطبق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال: دعوة المسلم لأخيه في ظهر الغيب مستجابة، وكل الله بها ملكا يقول آمين ولك بمثل. فالناس السبب الأساس اللي وقعهم في الضلال والشرك إن يا أخواننا أدوا الأولياء حاجة حقت الله، وده معنى الشرك. الشرك يقول لك النازل عندهم شراكة زارعين سوا، عندهم شراكة، عندهم تجارة سوا، يعني أي زول جاب جزء من القروش خدته في الطرابيزة، وأي زول بعدين لما تنتهي التجارة ولا الزراعة عنده جزء من المحصول البمرك أو من الربح البمرك. الزول لما يشيل حق الله اللي هو العبادة، العبادة دي حقت الله ما حقت بني آدم مخلوق. والكلام ده قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. لكن يا أخواننا الكلام ده ذكره القرآن في الآية نمرة 2 من سورة الزمر، قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني الله ما بيقبل منك دين فيه عقيدة في الله وعقيدة في ولي أو مخلوق أو شيخ أو ميت أو جن أو شيطان، أبدا. قال: ألا لله الدين الخالص صافي لو براو، والذين اتخذوا من دونه أولياء، قال: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. نحن والله ما دارين منه حاجة، قالوا نحن بس دارين أنهم يقربونا لله، لأنه لو مشينا بذنوبنا ومعاصينا دي لله طوالي الله ما بيقبلنا. ربنا قال:
ده الشرك ذاته، لأنه الله ما داير واسطة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. العلماء قالوا كما ذكر ابن كثير ونقل عن عمر رضي الله عنه، قال عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه قال: أنا لا أحمل هم الإجابة، كون ربنا يستجيب لي ده قال أنا ما شايل هم، ولكن أحمل هم الدعاء، كيف ربنا يوفقني أرفع يديني لله. يا أخواننا بني آدم الله خلقه براو، والله جعل له عينين ولسان وشفتين ونعم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بدل ما يشكر الله الخلق يمشي يشكر في المخلوقين اللي بيموتوا، ده ما بيستحق الغضب والمق من الله عز وجل. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب. كاذب لأنه الله ما داير واسطة، وكفار لأنه شغله ده كفر، تعلق الناس بغير الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل في القرآن قال للرسول عليه الصلاة والسلام: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ربنا قال لأفضل البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. عمه أبو طالب، أبو طالب مش بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم ساكت، أبو طالب 3 سنة محاصرين في شعب بني هاشم، وحاصروا مهله لأنه قريش قبيلة كبيرة وفيها بطون، من البطون دي بني هاشم، منهم الرسول عليه الصلاة والسلام. المشركين بني مخزوم وبني العاص وبني عدي وبني تيم وغيرهم من بطون قريش قالوا: نحن بني هاشم ديل دينه ما جابوه، إنه ما نجعل بيننا وبين الله واسطة، ده ما دايرينه. وأبو طالب ده ولده ده نحن يا يخلي لنا يمرقوا لنا برا، ولا كلهم نحن نعاقبهم ونحاصرهم وكلهم نقف ضدهم لحد ما يوقف الكلام ده ويرجع في ملتنا، ولا نحن نقتل عديل. 3 سنة أبو طالب بدافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لهم والله لما جول الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا لأبو طالب، قال له: إن ابنك عاب آلهتنا وسفه أحلامنا. سفه أحلامنا يعني عقولنا، قال لنا: أنتم ما عندكم عقول، تخلوا الله القوي وتمسكوا في الأولياء والصالحين، دي معناه سفه عقولنا. قال له ولدك ده يا يخلي دينه ده وجماعتنا ده ما يتكلم فيهم، ولا نحن بينكم وبيناتنا العداوة. فقال أبو طالب لابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم ما قال المشركون، فقال: يا عم، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا عم، لو وضعوا الشمس عن يميني والقمر عن يساري أو شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته أو أهلك دونه. قال أبو طالب، والزمن ده ما مسلم، هو ذاته مشرك، قام قال له والله، شوف ده مشرك بيحلف بالله، أسي واحد تلقى بيحلف بالشيخ تقول له احلف بالله إنك الشغلة دي ما عملتها، بيحلف هو عملها، تقول له يودوك البنية احلف هناك عند بني تبوك الشيخ، يقول لك: لا، ده بخاف من الله يا اخواننا. المشرك قال: والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا. قال له: والله ما يصلوك الا انا يرقدوني ميت، والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوسد في التراب دفينا، فاصدع بامرك. قال له: تكلم في اي زول؟ قال له: فاصدع بامرك، ما عليك غضاضة فلقد صدقت
وكنت ثم أمينا لولا الملامة دل ورطوا أو حذار مسبة. قال كم ما أنا خايف يقولوا لي خليت دين أبواتك وبارد دين والدخوك لوجدتني سمحا بذاك مبينا. لما مات قاعد عنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، والحديث في البخاري من رواية المسيب بن حزن. النبي عليه الصلاة والسلام جاءه وروحه مارقة، قال يا عم قل لا إله إلا الله. وليه هو أبا يقول لا إله إلا الله؟ لأنه لو قال لا إله إلا الله بيفهم الكلام معناه لا في شيخ لا في ضريح لا في شيخ طريقة لا ما بيعمل أي حد، وبيعتقد إنه عبادته مع الله باطلة، وإنه لو ناديته إنت مشرك، وإنت لو اعتقدت إنه بيعلم الغيب مشرك. عشان كده قال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قال وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يقولان ترغب عن ملة عبد المطلب تخلي دين أبواتك. قال فكان آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ده الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما قدر يهدي عمه اللي كان بيدافع عنه. ولقد علموا، ده أبو طالب بيقول كده، أن ابننا لا مفند لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل خطة من الجد قولا غير قول التهازل، من الجد حقا غير قول التخاذل. قال والله أنا إما خايف يقول لي خليت دين أبواتك كان باريته. إذا كان يا أخواننا الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، يجي يقول لك الليلة تخش في الطريقة واحد جاي يكلم الناس يعلق الناس بشيوخهم في طابة ولا في غيره، يقول لي الشيوخ بينفعوك وتخدتهم بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. قال لي يا أخوانا المدايح دي المديح من الدين، لكن ده ما يهو، مدايح دي كلها مليانة دعوة للشركة جحارب الرسول عليه الصلاة والسلام، بدعوك بالأربعة والسيدة زينب عمدتي والسيدة نفيستي وشعوانتي ومين ومين ومين، وإنا بخطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل، والختمية سفينة نوح الحق نفسك قبل تروح، ورجل طابت كم به من نفوس طابت عظيم محمود لو بقى صالح ليروحه. قال تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. عمه العباس قال يا رسول الله عمك أبو طالب كان يدفع عنك ويذود عنك فما أغنيت عنه. قال كان في أصل النار فشفعت له فصار في ضحضاح من نار، يوضع له جمرتان في أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، يحسب أنه أهون أهل أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. عشان كده يا أخواننا الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأهله يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. ما يغشك يقول لك أوي ده الشيوخ قدام بينفعوك قدام بينفعك بعد رحمة الله عز وجل عملك الصالح. ربنا قال يوم لا تغني
نفس عن نفس يوم لا تملك نفس عن نفس شيئا والأمر يومئذ لمنوه لله. ربنا لو ما رضى عنك بني آدم بيجي بيشفع عليك ماف. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا فرطكم يعني قدامكم في الحوض. قال ولا يذادن أقوام من أمتي من على الحوض. في ناس الملائكة بتطردهم أعرفهم غرا محجلين من آثار الوضوء بيصلوا. فأقول أمتي أمتي دل من أمتي طردتهم ليه؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول سحقا لمن غير وبدل. عنده بدع وضلالات بيعبد الله بالرقيص يجيب المدايح الشركية ويعمل في الباطل وهو بيقول للناس أنا داي شفعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة الرسول يدعو عليهم. ده ماشي الجنة؟ ده ماشي الجنة يا ناس؟ دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام. السبب شنو؟ السبب إنه ترك التوحيد ترك السنة وبقى يعمل في البدع والشركيات. عشان كده بعد أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام راجل عنده كرعينين ماف. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ما بجوز لك تدعوه تقول يا رسول الله أغثني أو تفعل كذا أو كذا ده كله ما بجوز. كيف تاني راجل بعديه حتى لو كان صالح انت تناديه مع الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام في بيت قعد تمدح جارية قالت وفينا رسول يعلم ما في الغد. قال لها يعني قالت انت بتعرف الغيب. قال لها قولي بما كنت تقولين فإنه لا يعلم ما في غد إلا الله. الليلة تسمع القصائد والمدايح يقول لك قوماك نزاور الأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. وربنا قال قل لا يعلم من في السماوات ملائكة كلهم والأرض الجن والإنس صالحهم وطالحهم الغيبة إلا الله. ربنا قال وعنده العلماء قالوا أسأل الناس ثالثة بيكونوا قاعدين حاضرين وعنده ده ظرف مقدم مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فغير ربنا عز وجل ما عنده حاجة. دي دعوتنا للناس الناس تمسك في ربنا سبحانه وتعالى وتتوكل على الله. الناس يا أخواننا تكون عقيدتها في الله عز وجل. دي دعوة الأنبياء ودي دعوة المرسلين. الآن إحنا دارين نوصلها للناس. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ونشكر وقفتكم وقفة الرجال وجزاكم الله خير. أهلنا والله نشهد لكم بالرجالة فتحتوا لنا قلوبكم قبل بيوتكم. فنسأل الله أن يجزيكم الخير ونشهد بعد شهادة الحق إنكم ناس أهل سنة وأهل توحيد. جزاكم الله خير. نسأل الله يحفظكم. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل مننا ومنكم. والحمد لله الرسالة وصلت والمشايخ ما قصروا. جزاكم الله خير. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.